واحتفلت دار الأوبرا المصرية برأس السنة الميلادية من خلال احتفاليتين خاصتين بالمسرح الكبير والصغير. جاء الاحتفال بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني وفرقة أوبرا القاهرة، وشهد الحفل كثافة وتجاوبا كبيرا من الحضور استقبالا للعام الميلادي الجديد. Yes, I am feeling really. أشعر أنني من القلة المحظوظين لأنني أقضي آخر يوم في العام السابق واليوم الأول من العام الجديد ألعب الموسيقى، وليست موسيقى عادية بل هي موسيقى جميلة تحمل رسالة للناس ليعيشوا حياتهم بسلام. لذلك أتصور أن قضاء آخر يوم وأول يوم سعداء سويا هي أفضل طريقة لنقول كل عام ونحن بخير. أنا بقالي فترة في الفريق فرقة الأكابيلا، بصراحة حاجة فيها إبداع وحاجات مميزة جدا، بنشارك من ضمن الأريات والحاجات الكلاسيكية اللي هي المشهورة جدا معظم الناس بتحبها. باجي الأوبرا كتير وبحب بالذات الحفلة بتاعت رأس السنة، بحب أتفائل كده أن يبتدي السنة ببهجة كده وسرور. الاحتفال هنا حلوة قوي وكان وقت لطيف في حفلات وترنيم، يعني نتمنى عام جديد وسعيد لكل الناس.